احنا بعد ان شاء الله ما نتخرج من المعهد بقى ونبدا نشتغل كمحامين، في اساسيات عندكم هتشتغلوا فيها كل يوم كل يوم، ودي اساسيات لابد انك تكون عالم بيها كويس جدا وفاهمها كويس جدا وفاهمها من الناحيه العمليه كويس قوي. ليه؟ لان دي الاسس القانونيه اللي بيقوم عليها الموضوع. المعارضه، المعارضه دي اجراء من اجراءات الطعن، زي الطعن بالمعارضه، الطعن بالاستئناف، الطعن بالنقض. طب المعارضه بتبقى، المعارضه دي طريق طعن على ايه؟ على الاحكام الغيابيه، على الاحكام الغيابيه. الطعن بالمعارضه طعن على الحكم الغيابي الصادر من محكمه الجنح او المخالفات او الجنح المستأنفة. ده ادي طرق الطعن بالمعارضة. طب طرق الطعن بالمعارضة دي من له حق الطعن بالمعارضة؟ صفة من له حق الطعن في المعارضة مين؟ هل المتهم؟ هل المدعي بالحق المدني؟ هل المسؤول عن الحقوق المدنية؟ مين؟ من له حق الطعن بالمعارضة؟ نمرة واحد، المتهم الصادر ضده الحكم الغيابي في الجنحة أو المخالفة أو الأستاذ المحامي وكيل المتهم مع توكيل. يبقى التوكيل ده في حاجة اسمها التوكيل العام. التوكيل العام ده له حق اتخاذ اجراءات الطعن في الاحكام على كافه الدرجات، على كافه الدرجات، سواء مدني او جنائي او جنح او مخالفات او الى اخره. كل ده بيبقى في التوكيل العام، وله حق التصالح وله حق كل حاجه حسب التوكيل العام مطبوع. خلي بالك لما تيجي بقى تعمل لكم توكيل عام، التوكيل العام في كل الموضوعات التي يجوز فيها الوكالة العامة. طب انت عايز تزود حاجة او الموكل عايز يزود لك حاجة في التوكيل العام مش موجودة، ان زي ايه مثلا؟ التعامل مع البنوك مثلا، التعامل مع الجهات التعامل مع الجهات الخاصة مثلا بالكهرباء والغاز وما اعرفش. عايز تضيف موضوعات تانية منصوص عليها في التوكيل ده، بيكتب كده في شرح ملحوظة ان يقرر الموكل ان الوكيل له الحق في اتخاذ كافه الاجراءات بالتصالح والتصديق والتعامل مع البنوك والتعامل مع اجهزه الدوله كذا 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 اللي يقول عليه ده، زياده في التوكيل. او حاجه ثانيه، عايز يلغي حاجات من التوكيل، عايز يلغي حاجات من التوكيل. يعني التوكيل فيه ومن حق التصالح ومن حقه التعامل مع البنوك، يجي الموكل يقول للموثق ايه؟ لا والنبي دول انا مش موكل فيهم، احذف لي دول، يحذف دول. يبقى اذا التوكيل مضمون، استعمال التوكيل فيما نص عليه او فيما قرر به الموكل في مضمون التوكيل، عدا ما تم شطبه من الشهر العقاري ده بناء على قرار الموكل، يبقى ده انا ماليش حق ان انا اتعامل بيه. طيب خدنا التوكيل وهنبدا نشتغل، يبقى حقك في المعارضه. طيب هتعمل معارضه بالتوكيل. طيب حق، نفترض المتهم عرف الحكم وراح عمل المعارضه، حقه يعمل معارضه، مفيش اي مشكله خالص، يعمل معارضه. طيب امتى تبدا المعارضه؟ امتى تبدا المعارضه؟ ابدا من امتى اعمل معارضه واعرف ان انا عليها حكم؟ من تاريخ اعلانك بالحكم الغيابي الصادر بالمعارضه. حكم غيابي ان ما بتعلن بيه، ما انت ما اعلنتش لانك ما جالكش اعلان، ما تعرفش ان الجلسه، فصدر حكم غيابي.
فطالما صدر حكم غيابي يبقى النيابة بتعلن الخصم الصادر ضد الحكم في الجنح أو في المخالفة. الإعلان ده عندما يصل لك الإعلان يبقى لك حق التقرير بالمعارضة من تاريخ إعلانك في مدة 10 أيام، في مدة 10 أيام. كويس أوي. يبقى احنا قلنا نمرة 1 تاريخ العلم من تاريخ الإعلان. الإعلان اللي بيجي لك من النيابة، الإعلان اللي بيجي من النيابة في خلال 10 أيام من تاريخ الإعلان، 10 ده يبقى ده ميعاد الطعن في المعارضة 10 أيام من تاريخ علمك بالحكم. احنا بنقول بالتاريخ الإعلان إيه؟ لأن الإعلان بيقول لك إن في حكم عليك صدر بالمحكمة، والقانون نظم لك ميعاد الطعن بالمعارضة، قال لك 10 أيام من التاريخ ده. طيب كويس أوي. يبقى المتهم أو وكيل المتهم من حقه إن هو يطعن بالحكم. طيب نفترض إن الحكم الصادر في الجنحة ده فيه 5 6 متهمين والحكم صادر ضدهم كلهم غيابي. طيب لو أنا جيت، أنا المتهم جه راح عمل معارضة وفي إعلان، أو عرف الحكم وراح عمل معارضة وجه اتحدد ليه جلسة لنظر المعارضة، حدد ليه جلسة لنظر المعارضة قدام المحكمة التي أصدرت الحكم المعارض فيه، قدام المحكمة التي أصدرت الحكم المعارض فيه، وأن المعارضة تعيد نظر الدعوة من جديد أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، والمحكمة لها أن تقضي في الحكم المعارض فيه إما بالقبول إما بالرفض إما بتعديل الحكم. يا إما المحكمة تعدد الحكم، يا إما المحكمة ترفض الحكم، يا إما المحكمة تدي براءة بحكم ده. ولكن خلي بالك، هل يجوز للمحكمة أثناء نظر الحكم المعارض فيه أن تقضي بزيادة العقوبة المقضي بها في الحكم الأولاني اللي هو أول درجة؟ لا يجوز، لا يجوز أن يضر الطاعن بطعنه، لا يجوز أن يضر الطاعن بطعنه، وده حرصا من المشرع على مصلحة المتهم. يبقى لما يبقى في حكم 6 شهور ويجي المتهم يعارض ويجي بقى المعارضة منظورة تانية من جديد قدام المحكمة، هيترافع ويقدم أدلة على عدم صحة الواقعة ويقدم الدعوة حسب موضوع الدعوة اللي منظورة واللي هي موضوع الاتهام بالنسبة للمتهم، والمحكمة في الآخر هتقضي إما بتأييد الحكم المعارض فيه أو تعديل الحكم، تعديل الحكم إلى عقوبة أخف من العقوبة المقضي بها في الحكم الأولاني. احنا قلنا يا إما المحكمة تأيد الحكم، ده لصلاح المتهم برضه، يا إما المحكمة تعدل الحكم للأقل، ما تعدلش الحكم للأشد. خلي بالك، ما تعدلش الحكم بدل ما هو 6 شهور تقول سنة، ما ينفعش وفقا للتعديلك، ما ينفعش. لا يضر، يبقى الحكم فيه بطلان، لا يضر الطاعن بطعن. لكن كان الأول قبل التعديل ده كان المحكمة من حقها حكم المعارض فيه 6 شهور تدي سنة، ما فيش قانون بيقول إن النهاردة ما زودش العقوبة، ولكن أصبح إن لا يضر الطاعن بطعنه في كافة مراحل التقاضي، في كافة مراحل التقاضي، حتى في محكمة الجنايات، حتى في محكمة الجنايات لا يضر الطاعن بطعنه. وده أمر مهم جدا، وده هيقابلنا كتير جدا في الشغل، وده هنعرف نتعامل معاه ازاي. طيب احنا قلنا ان المتهم
ووكيل المتهم هو اللي هو المحامي الاستاذ، هم لهم حق الطعن بالمعارضه على الحكم. طب ما عندك المتهم الحق المادي، مش من حقه؟ ها؟ الدعوة المعارضه المدنيه بتاعته. ها؟ ما خلي بالك، انا صح كلامك صح، انا هرد بقى. يحضر المعارضه عادي، بس خلي بالك لا يجوز الادعاء المدني في المعارضه. ما انا الكلام اللي انت قلته ده فتحت باب الكلام، ماشي. احنا قلنا الاول هو لا يجوز للدعاء المدني في المعارضه، قال اراء كانوا قالوا فيه راي قال لك يجوز الادعاء في المعارضه، وراي تاني قال لك يجوز عدم الادعاء المدني في المعارضه، واستقر على انه لا يجوز الادعاء المدني في المعارضه، لان الادعاء المدني في المعارضه الاراء اللي هي خدت بالراي ده قالت لك ده الادعاء المدني بيبقى بيشدد موقف المتهم اثناء نظر معارضه، وده يتعارض مع مبدا الا يضر الطاعن بطعن. فلقوا ده الراي ده له وجهته، فقال لك ناخد بالراي ده، القانون خد بالراي ده. طيب لما نقول بقى، نقول المدعي المدني لما يجي يستأنف، خلي بالك هيستأنف الدعوة المدنية فقط لا غير. ها؟ خلي بالك المتهم بيستأنف الدعوة الجنائية والمدنية، بيعارض في الدعوة الجنائية والمدنية، لما يجي يصدر حكم غيابي وفي دعوة مدنية بيجي يعارض المتهم في الحكم، في الحكم الجنائي وفي الدعوة المدنية، معارضة في الحكم كله، لأنه قد يقضى له بالبراءة في الشق الجنائي ورفض الدعوة المدنية. يبقى هنا في فرق بين معارضة المتهم في الحكم وبين معارضة استئناف المدعي بالحق المدني في الحكم. نفترض الحكم صدر في أول درجة وصدر بالدعوة المدنية، بس هو قضى بما لم يقضي به أو بالمبلغ المطلوب من المدعي بالحق المدني، انتهى الحكم اللي لا انتهى لمبلغ المبلغ ده، قال لك لا ده مش هو ده المطلوب وأنا طالب أكتر من كده، فاستأنف الدعوة المدنية. تعالى بقى في حتة مهمة أوي، لما يجي يستأنف المدعي بالحق المدني الدعوة المدنية، خلي بالك تعالى هات ورا شويه دقيقتين كده. احنا قلنا دلوقتي الكلام، قلنا لما المتهم يعارض او يستأنف في الحكم، بيستأنف ويعارض في الحكم في الدعوة الجنائية والمدنية الاثنين. طب لما يجي المدعي بالحق المدني، لا بيعارض في الدعوة المدنية بس. هنتكلم بقى النيابة العامة حاجة تانية يا عم، بس استنى يا عم، بس استنى برضه، ما انا هفهم منك، ما انا هفهم منك، هفهم منك. لما نقول المدعي المدني بيستأنف الدعوة المدنية، لما المحكمة تيجي تنصر الدعوة المدنية، خليك معايا انت بقى عشان نتناقش، مش هنتناقش هنسمع بعض. لما تيجي بقى المحكمة تنصر الدعوة المدنية اللي هي محل الاستئناف بتاع الدعوة اللي هي موضوع الحكم، يبقى الاستئناف هيدور وجودا وعدما مع ايه؟ مع ايه؟ مع الحكم. طيب مع الدعوة المدنية، هيدور وجودا وعدما مع الدعوة المدنية بس فقط لا غير. نعم انا عايز، احنا ما بنتكلمش في التفاصيل بقى كام وكام، انا بتكلم في مبدا يا استاذ، بتكلم في مبدا، انا ما بقولش كام، انا بتكلم في مبدا، احنا بنتكلم دلوقتي في مبادئ، انما تفاصيلها ما احنا نقول. انما انا اقول النهارده ان الادعاء المدني او محكمه الاستئناف اثناء نظر الدعوه المدنيه، الدعوه او الدفاع يدور وجودا وعدما في الدعوه المدنيه بس، وليس من حق المحكمة أن تنظر الحكم الاستئنافي الجنائي ولا تيجي ناحيته ولا كأنه متروح خالص، لأن الاستئناف قاصر
على الدعوة البدنية. طب نفترض بقى ان الحكم ان المحكمة الاستئناف فيها بتنظر الدعوة المدنية تطرقت للحكم الاستئنافي، يبقى العمل ايه بقى يا استاذ؟ يبقى تصرف المحكمة هنا جانبه الصواب ولا يتفق مع صحيح القانون؟ ها ها استاذ، هنقول بقى اذا تطرق الاستئناف الى الحكم المستأنف اللي هو قضي فيه من قبل كده، محكمة قالت فيه حكم او حتى محكمة او الدرجة قالت فيه حكم، يبقى هنا لا يجوز للمحكمة اثناء نظر الدعوة المدنية ان تتطرق الى الحكم المستأنف. واذا حدث وتطرقت المحكمة الى الحكم المستأنف وناقشته بالتعديل او بالتأييد او باي اجراء فيه، بيعتبر الحكم اصابه البطلان، حكم باطل مفيش فيه كلام خالص، لانه هنا ايه؟ خالف صحيح القانون. ليه؟ لان احنا الدعوه المدنيه مقصوره على الادعاء المدني، وده حق المدعي بالحق المدني. اما حق المتهم فهو الدعوه المدنيه والدعوه الجنائيه. ولذلك القانون لما بيعارض او بيستأنف الحكم الجنائي والدعوه المدنيه. اما بيجي المدعي المدني او الحق المدني بيستأنف الجزء الخاص بيه اللي هي الدعوه المدنيه بس. اما الجزء الثاني اللي هي الدعوه الجنائيه دي بتاعه المتهم، والدعوه الجنائيه اثناء نظر الدعوه في المحكمه المتهم يكون دفاعه خاص بالشق الجنائي وبالشق المدني. ولذلك لما بنيجي نقول ايه طلباتنا في الاخر، انا طلباتي براءه المتهم من الاتهام المسند اليه ورفض الدعوه المدنيه والزام رافعها بالمضروبه. كلام واقعه بقى في طلباتك وانت بتترافع في الجنح، بتترافع في الجنح المستأنفه، بتترافع في محكمه الجنايات في قضايا التعدي على النفس اللي فيها دعوه مدنيه، يبقى طلباتك دي في الاخر لما تخلص مرافعه المحكمه تقول لك طلباتك يا استاذ في دعوه مدنيه، تقول طلبات براءه المتهم من التهم المسند اليه، لا في دعوه مدنيه انت اتكلمت فيها، وفي دعوه مدنيه المحامي المدعي بالحق المدني حضر مع حضرتك خصم في الدعوه وترافع في الدعوه المدنيه، وهو طلباته في الاخر طلب توقيع اقصى العقوبه على المتهم وانضم للنيابه العامه في طلباته. بان شوف القانون ماشي لغايه فين، بادئ من الطعن لغايه ما ينتهي بالحكم. يعني دي لان ده اطراف وده له حق وده له حق، مدعي مدني القانون حدد ليه ايه في القانون الاجراءات قانون العقوبة، والمتهم القانون حدد له ايه في وضماناته ايه في قانون الاجراءات الجنائيه. ده اتفضل يا بيه، بس احنا مش عايزين نطول عشان بس ايه. اولا عملية بقى لما تيجي تعمل معارضة، نفترض المتهم هو اللي هيقرر بالمعارضة، نتكلم عنه بقى، المتهم هو الذي يقوم بالتقرير بالمعارضة في الحكم الغيابي الصادر ضده، هيروح جنائي وهيقابل رئيس الألم وهيصور بطاقته وهيقول له أنا عايز أعمل معارضة والقضية بتاعتي إيه؟ هيقول له يقول له مصاريف كده هيدفعها، يروح يدفعها ويروح للسكرتير اللي هو بتاع التنفيذ، ياخد منه الورق ده ويطلع الدوسيه بتاع الحصر الغرامه والحبس لو كان فيها حبس وغرامه، ويبدا يعمل له المعارضه في دفتر المعارضات. خلي بالك دفتر المعارضات اللي هو الطعن بالمعارضه اسمه دفتر المعارضات. دفتر المعارضات ده موجود في النيابه العامه. لما المتهم بيروح يقرر
بيجي الدفتر كده والدفتر ده مطبوع. الموظف بقى اللي بيكتب البيانات دي، الحكم، اسم المتهم، تاريخ الحكم، ده بيكتبه اسمه ايه بقى؟ التقرير بالمعارضه، ويمضي عليه الموظف ويمضي عليه رئيس الألم ويتختم بختم النيابه. ده اللي هو تقرير بالمعارضه، التقرير بالمعارضه. يبقى احنا كده عملنا معارضه وحددنا الجلسه اللي هي النيابه حددتها لنظر المعارضه اللي جايه. يبقى انا كده خلصت الاجراءات المطلوبه مني. مهم، يبقى ده تقرير المعارضه اللي فين؟ اللي في النيابه، بيقرر بيه المتهم وبتقرري بيه حضرتك انت محاميه وكيله على المتهم. هو نفسه. طيب نفترض المتهم محبوس، متهم محبوس وعايز، المتهم محبوس وصدر عليه حكم، محبوس على ذمه قضيه تاني وصدر عليه حكم غياب، ايه العمل؟ ها، في السجون دفاتر معارضه للاحكام الصادره من محكمه الجونه، وفي دفاتر للمعارضه في الاحكام الصادره من محكمه الاستئناف، وفي دفاتر للتقرير بالنقض في الاحكام الصادره من محاكم الجنايات. دي في السجون، دي في السجون. ليه في السجون؟ لان الصادر ضده الحكم وبينفذ عقوبه ونزيل السجن من حقه انه يطعن على اي حكم صادر ضده، سواء من محكمه الجنح او المخالفات او الجنح المستأنفه. يا استاذ بتتكلم في التليفون، استاذ، او الجنح المستأنفه يا استاذ، هسالك دلوقتي وربنا اللي اسالك، هسالك لما يجي النهارده نقول الحكم الصادر ومن محكمه الجنايات ده، دول من حقهم ان هم يقرروا بالنقض. طيب هقرر بالنقض ازاي؟ حضرتك انت المحامي بتاعه والمتهم بتاعك محبوس، والمتهم بتاعك خد حكم من محكمة الجنة أو خد حكم من محكمة الجنايات، المواعيد بتاعة الطعن هو أعلن بالحكم، عايزين نعمل له معارضة. حضرتك بتروح للسجن، ده إجراء أولي، تروح للسجن تقابل المأمور وتقول له الراجل المتهم بتاعي صادر دي في حكم أهو والحكم رقمه وعايزين نعمل له معارضة. ماشي، تعمل له معارضة، مأمور السجن بيجيبه ويجيب البشكاتب اللي عنده الدفتر ويقول له الرقم اهو، ويقعد المتهم مع البشكاتب، والبشكاتب يملا البيانات اللي في الدفتر اللي في الورقه بتاعه التقرير بالمعارضه زيه زي الموظف بتاع التنفيذ اللي في النيابه، يملا كلها البيانات دي ويبعت التقرير ده للنيابه علشان النيابه تحدد الجلسه. السجن ما بيحددش جلسه، بيعمل المعارضه دي وبعتها النيابه المختصه عشان يحدد له جلسه لنظر المعارضه في المحكمه المختصه اللي اصدرت الحكم. ماشي، طب هنا هل احنا بقى النيابه هتعلد المتهم بالجلسه؟ اه، هتعلده بالجلسه، هتعلده بالجلسه، لان البشكاتب ايه؟ استنى، ما هو ما عرفش تاريخ الجلسه لسه، ده الكلام ده في حاجه ثانيه، ما عرفش تاريخ الجلسه، هو ما عرفش السجن ما بيحددش جلسه، النيابه اللي بتحدد. اه، ما هي النيابه العامه. اه، امال هو ايه؟ ايه؟ ما حدش بايه؟ انا خلي بالك، انا بتكلم قانون بس، انا بتكلم قانون، لكن توابع القانون دي كتير. امال في انقضاء الدعوه ازاي؟ امال في سقوط العقوبه ازاي؟ امال واحد كان واخد 25 سنه مؤبد وبيختفي ال 25 سنه عشان يجي يستفيد من سقوط العقوبه ازاي؟ كل ده محامين بقى، شغل محامين. والمحامي يقول له يا ابني ما تستلمش اي حاجه وما تعملش حاجه واهرب، عشان ايه؟ عشان نسقط لك الدعوه. ماشي، مهم. هنا بقى لما الاجراءات دي كلها بتتم طبقا للقانون. طيب لما احنا عرضنا وبعد كده حددنا جلسه النظر للمعارضه، خلي بالكم بقى ده المهم، انتوا ممكن تضيعوا القضيه، خلي بالك، والمتهم يروح مش عارف فين.
لو ما رعناش القانون. وفي حاجات دقيقة في وسط القانون مطلوب. طيب انت حضرتك عملت معارضة وحدد جلسة المعارضة يوم 27/3 مثلا، وجيت انت حضرت المعارضة والمحكمة ثبتت حضورك، الحاجب ندى عليك وقال لا ايوه حاضر، الحاجب قال له رد 13 حاضر يا باشا، اثبت ثبت سكرتير الجلسة اثبت يا ابني حضر فلان الفلاني وسد الدواء والكلام ده كله. طيب والمحكمة اشتغلت وبعد كده المحكمة قالت آخر الجلسة، جه آخر الجلسة المحكمة تنده عليه الحاجب انده يا ابني على الراجل ده ملقاش. الله ازاي الجلسة لسه ما خلصتش وفي إجراء هيتعمل أو في إجراء اتعمل؟ طب المحكمة عايزة المنتهى بآخر الجلسة ومشي. المحكمة أصدرت حكم، المحكمة أصدرت حكم، الحكم ده يبقى غيابي ولا حضور اعتباري؟ صح، حضور اعتباري. طيب نقول صورة تانية، جاء المتهم عارض وحدد الجلسة وحدد الجلسة وجيه يوم الجلسة ما حضرش، ما حضر. خلي بالك هو اللي عارض بنفسه، متهم اللي عارض بنفسه بجار، عشان نراجع الكلام. استنى بس انا هقول اهو مخلص. المتهم عارض بجار وساعد معارض، ساعد معارض وقف على تاريخ الجلسه المحدده لنظر المعارض، وجي يوم المعارض يوم الجلسه المحدده لنظر المعارضه ما جاش، ما حضرش الجلسه. المحكمة هتحكم بيه بقى؟ خلي بالكم بس، أصل هي غردكها. إحنا بنقول هو عمل المعارضة والمتهم عمل المعارضة بشخصه وخد وتاريخ الجلسة وخد شهادة من النيابة إن هو عارض جلسة كذا عشان الأكمنة والكلام ده كله ماشي، وجي يوم الجلسة ما حضرش، المحكمة هتحكم بيه بقى؟ هتحكم بيه يا استاذ باعتبار المعارضه ايه؟ باعتبار المعارضه كان لم تكن، باعتبار المعارضه كان لم تكن. ليه؟ ايه اتفضل بيه. ايه؟ ما بيديش، هو بيعتبر المعارضه كان لم تكن خلاص، والمعارضه كان لم تكن الحكم قائم، الحكم الغيابي قائم، ومن حق المتهم ان يطعن عليه بالاستئناف. بالظبط، حكم الجنائي قائم ما بيجيش ناحيته. احنا بنقول المعارضه، اجراء المعارضه نفسه، اجراء المعارضه اعتبار المعارضه كان لم تكن، ولكن من حقه حكم قائم ومن حقه يطعن عليه بالاستئناف. لا بالاستئناف ماشي، ده اللي ايه، والاستئناف بيبقى في ايه؟ ب10 ايام. طيب يبقى احنا كده وصلنا بالمعارضه من له حق المعارضه عن المعارضه، وبنقول الحكم المعارض فيه استئناف هيتم من مين، وهنقول لو المتهم قرر بالمعارضه بشخصه وما حضرش الحكم هيكون ايه؟ اعتبار المعارضه كان لم تكن. هنقول لو كان المتهم عارض بشخصه وحضر جلسه، خلينا نقول حضر جلسه والمحكمه اجلت، والمحكمه اجلت الدعوه وجيه الجلسه الثانيه ما حضرش، محكمه حكمت، هتحكم بيه المحكمه؟ ركز، حضر وأبدى دفاعه بأول جلسة وطلب طلبات بأول جلسة، المحكمة أجلت أجل المسمى محامي مين المتهم مشي، الجلسة اللي تم تأجيلها
في حضور المتهم ومشي بعد المحكمة ما قلته، قررت المحكمة تأجيل لجلسة كذا، ماشي وما حضرش، وهو مفرج عنه بقى والمتهم بيه وما حضرش بقى، الحكم التصرف بتاع المحكمة هيبقى ايه؟ بالراحة بالراحة، عشان بالراحة هي سهلة جدا، يعني سهلة قوي مع اللي فات، يعني الحكم هيبقى ايه؟ حضور اعتباري. برافو عليك، حضور اعتباري، الحكم حضور اعتباري، وهيبقى ايه؟ له حق الاستئناف. خلاص عدينا مرحلة الجرح، هيبقى له حق الاستئناف. يبقى ده، يبقى احنا قلنا الحكم لما يحضر المتهم مرة ويبدي طلبات والمحكمة تأجل وما يحضرش الجلسة الثانية، يبقى الحكم الصادر في هذه الجرحة هيبقى حضور اعتبار، حضور اعتبار. أما اللي هو يعمل معارضة وما يحضرش الجلسة، يبقى الحكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن. طيب في نظر المعارضة، المحكمة احنا قلنا لها حق أن تعدد الحكم طبقا للقانون، تلغي، ترفض، تعدد بعقوبة ايه؟ أقل، بشرط ألا يصدر حكم بالزيادة عن الحكم المقرر في الحكم الأولاني، اللي هو مبدأ ايه؟ لا يضر طاعن بطاعن. خلي بالكم ان في احكام، في احكام في محكمة الجنايات، المبدأ في محكمة الجنايات ده يعني مهم جدا جدا، ده انت لو ربنا كرمك بحكم زي ده، النقد بتاعك هيمشي، محدش هيوقفه. ليه بقى؟ في احيانا دوائر جنايات بيبقى المتهم محكوم عليه مثلا ب10 سنين او ب5 سنين، وادي المخدرات، وادي المخدرات غيابه، وجه عمل اعاده اجراءات. خلي بالكم محكمه الجنايات ما بيبقاش فيها معارضه، لا، بيبقى الحكم الغيابي الاجراء اللي بيتخذ فيه اعاده الاجراءات. اعاده الاجراءات دي لما بيروح المتهم، خلي بالكم بقى في القانون اللي هو الجديد مش جديد قوي، صدر الحكم غيابي في محكمه الجنايات، احنا بنروح نعمل ايه؟ المتهم بيروح يعمل اعاده الاجراءات. طيب القانون الجديد قال لك ليك حالتين، لو انت هتسلم المتهم من بره تاخده كده وتروح على النيابه الكليه وتقول لهم الراجل ده صدر عليه حكم غيابي وانا عايز اعمل له اعاده اجراءات، هنا انت موديه مفرج مسلمه من بره، التصرف ايه؟ النيابه هتؤمر باخلاء سبيله وارسال الاوراق الى محكمه الاستئناف المختصه لتحديد جلسه امام محكمه الجنايات اللي اصدرت الحكم. الحاجه دي سهله، ماشي. طيب احنا سلمناه كده من بره واخلى سبيله بقى من سرايا النيابه، ما فيش حاجه، مش كفايه واخلى سبيله، والنيابه امرت بارسال اوراق لمحكمه الاستئناف عشان نحدد له جلسه. طب نفترض ان المتهم اتقبض عليه في كمين او تنفيذ الاحكام، راح البيت بينفذ الاحكام، فتش قبض، لقى محكوم عليهم، خدهم قبض عليهم، وخدهم قبض عليهم وراح بيهم فين؟ نيابه كليه، مقبوض عليهم بقى وعمل مذكره بتنفيذ الحكم والقال قبض عليهم وكانسل. هنا في الحاله دي ايه القرار اللي بيصدر من النيابه؟ التحفظ على المتهم الصادر ضد الحكم وإرسال الأوراق إلى محكمة الاستئناف المختصة لتحديد جلسة أمام محكمة الجنايات أمام الدائرة اللي أصدرت الحكم. حتة خلي بالك، أمام الدائرة اللي أصدرت الحكم دي مهم، لأنه هيجي على النقيض من حاجة تانية. طيب المحكمة اللي أصدرت الحكم الغيابي في محكمة الجنايات هي نفس الدائرة اللي هتنظر الحكم الغيابي أثناء عرضه بالمتهم مقبوضا عليه أو مخلى سبيله، هي اللي هتنظر الدعوة من جديد. محكمة في الحكم الغيابي، خلي بالك، حكم الغيابي عشان وأنت بتعمل إعادة إجراءات
بتاع التنفيذ او بتاع محكمه الاستئناف ما يقول لسبب يودي الحكم يوديه للدايره دي، ولو هو راح لدايره غير اللي اصدرت الحكم الدايره بتحيله تاني للدايره اللي اصدرت الحكم الغيابي. خلي بالك دي بتحصل على طول، يعني تبقى صح قضيتك منصوره اول مره فين؟ في الدايره الاولى، يبقى اللي اصدرت الحكم الغيابي الدايره الاولى، وانت عملت اعاده اجراءات يبقى اعاده الاجراءات هتيجي تنظر قدام الدايره الاولى اللي اصدرت الحكم الغيابي. طب لو فرضنا ان الموظف بتاع الاستئناف العالي ودى القضيه دي مش للدايره اللي اصدرت الحكم بتاعها اللي هي الدايره الاولى، وداها الدايره الخامسه، هنا انت بتيجي بقى ما هو ممكن الدايره اللي بتنظرها بقى بعد كده الدايره الخامسه دي ما تاخدش بالها ان القضيه دي كانت منظوره قبل كده وفيها حكم غيابي فبتنظرها. انت بقى كمحامي فاهم شغلك، تقول له يا ريس القضيه دي فيها حكم غيابي والحكم الغيابي ده صادر من الدايره الاولى، على طول هو تجيب الحكم الغيابي، تجيب الحكم الغيابي، يقول لك خلاص يا استاذ اخر الجلسه، واخر الجلسه يحيلها الى محكمه الاستئناف المختصه لاحالتها الى الدائره الاولى المختصه باصدار الحكم الاول. واحيانا بقى انت بقى في الواقع العمل الدائره دي متشدده، طب الدائره اللي اصدرت الحكم الاولاني ده دائره كويسه واحكامها كويسه وبتسمع لكن الدائره، طب ما انت بقى هنا بقى دورك بقى، هنا دورك. وخلي بالك في محامين احيانا بيسيبها المحكمه تنظرها وتدي الحكم والحكم وما يتنباش الا بعدين، الله طب ازاي دي نظره الحكم؟ طب ما انا كان بامكاني ان انا احلها من قدامها وترجع دايرتها اللي اصدرت الحكم الاولاني. دي بقى الايه العمل اللي انت كل يوم بقى وبتعرف ده، وبعدين انت من خلال حضورك قدام الدوائر سواء الجنح او جنح المستأنف او الجنايات انت بتعرف اتجاهات، انت بتعرف اتجاهات ايه، الدايره دي اتجاهها ايه والدايره دي اتجاهها ايه. وده ما في دوائر، في دوائر في قضايا التلبس ما بيخلوش محامي يتكلم، والدفوع يا استاذ بس دفوع، معاك دافعين معاك ثلاثه معاك اربعه بتمليهم ويقول لك شكرا ابتدت اخر جلسه. وفي دوائر تثبت حضورك بتلاقي بيملي الدفوع اخر الجلسه خلاص ماشي وماله. هقول لك بقى حته في المحاماه بقى، خلي بالك المحامي بيبقى عايز ايه في الحكم او في الدعوه الجنائيه، عايز ايه؟ عايز مصلحه موكله مش كده؟ عايز المتهم مصلحه المتهم بتاعه، عايز ياخد براءه صح؟ بتعمل كل ما في وسعك من مرافعه ودفاع ودفوع وكله عشان ايه؟ عشان المتهم بتاعك ياخد براءه، مفيش كلام. طيب لو انت بقى في لازم انت تبقى حريص جدا على الدوائر اللي انت بتحضر قدامها دي، ما هو في دايره المحامي بيبقى عارف اتجاهها ما بتسمعش في التلبس، ما بتسمعش في الاذون حتى، ده في الاذون متشدده، ده في قضايا الدم صعبه جدا اتجاهات انت عارف ده، فانت بتبدا من هنا ازاي وبتبدا من هنا ازاي وبتبدا من هنا ازاي، لازم تتعامل مع الكل حسب اتجاهه. طب جيت انت اترفعت اربع دقائق منتظر القبض والتفتيش لانه تم التلبس انتفاء صله المتهم بالواقع، منتظر القبض والتفتيش لانه تم القاء القبض عليه قبل اقتراب سلم الفعل المجرب، خلاص اخر كاس يا استاذ بناء عليه. انت قلت انت قلت ثلاث دفوع ما خدوش دقيقتين، المحامي من عارف اتجاه الدايره هو يقول بناء عليه انا بقفل، ما انا عرفت انه هياخد براءه خلاص محكمه اقتنعت خلاص مش كلام بقى. في بقى محامين يقول لك لا يا ريس انا لسه ما خلصتش، يقول له استاذ خلاص بقى، يقول له لا ده انا لسه قدامي موضوعات كتير ولسه قدامي دفوع ولسه ولسه بتاع، فيقول له طب يا استاذ اتفضل يتفضل يا استاذ، يقول بناء عليه يا استاذ، يقول له لا يا ريس لسه ما خلصتش، لا انا لسه ما خلصتش،
وينفعل بتاع ده. انا لسه اقوم مطلع الورق اللي فيه الدفاع والكلام ده كله لسه هرس برضه. تقول له طب ما طب ماشي يا استاذ. يقوم عامل كده يقوم قافل القضيه. اتفضل يا استاذ. خد المفروض. قول له استاذ قول المحاسبه. حر طلع ساعه. انما بقى في الاخر ما رد ده الايه؟ المحكمه بقى وسلطاتها التقديريه هتعمل ايه؟ هو ده الكلام. ولذلك لازم تبقى حساس ولماح وذكي جدا في التعامل مع المحكمة. احيانا بنبقى داخلين واحنا جاهزين للمرافعه والدفاع احنا قاريين كويس قوي ايا كانت القضيه وقاريين ومذاكرين كويس قوي، بس المحكمه مش عايزه تسمع مرافع النهارده في القضيه. قضيه كبيره وبتاع وهتقعد واخد وقت وممكن يكونوا ما قروهاش لسه، ممكن يكونوا لسه ما اتقراتش. ده ما اتقراتش الرول كبير ده ما اتقراتش، ده وارد يعني كتير. فهو عايز المحكمه عايزه تتاكد بس مش عايزه المحكمه تتاثر. مفترض ان المحكمه جاهزه في اي وقت، المحكمه جاهزه في اي وقت تترافع يبقى ترافع. بتبقى هنا بقى خلي بالك مني قوي، انت داخل على المحكمه وانت مجهز برفعتك ودفاعك وجاهز. اول ما تخش وثبتنا الحضور والكلام كده وبتاع هنبدا بقى. يا استاذ انت جاهز؟ جاهز ولا ليك طلبات؟ اول ما يقول لك انت جاهز تقول له اه، قول له يا ريس انا ليا طلبات. انا ليا طلبات انت مالكش، بس انت لو انت طلبت طلبات مش هتنفذ لك الدايره في الوقت ده، ده هتنفذها لك دلوقتي. ليه؟ ما انت ذكي ولماح وقاري الاتجاه كما عايز تتاكد. انا اخلاها من عندنا انا الدفاع اللي باكد. انا بقول له يا استاذ انا ليا طلبات، دي عايز طبيب الشرعي، عايز شاهد الاثبات، عايز 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 عايز. طب ماشي يا استاذ اخر الجلسه. احترمك حضرك ان اكتر من كده عرفك انك ذكي جدا وبتفهم لانك بتقرا اللي جوه، بتقرا اللي في العين. هو ده هي دي المحاماه. مجهود المحاماه ايه؟ مبدع وكل حاجه. فانت لما تبقى فاهم دي ده حاجه. نعم يا استاذ. ده انا بقول ده الحق في المعارضه من خلال يعني علمه بالحكم، اعلانه بالحكم. اه 10 ايام من طريق خلال 10 ايام. 10 ايام. اه. اه لو ايه؟ لو المتهم رفض استلام الاعلان والمحضر ثبت اني ان انا انتقلت لمحل اقامته ومخاطبا معه وسلمته ورفض الاستلام يبقى اعلن وموقع اعلن. اه المهم علمه. اه هو وقع. خلاص بقى ما هو اعلن بايه؟ اعلن بطريق الحكم، اعلن بالحكم فبيستأنف. لا لو هو مش موجود دي خلي بالك انما مفيش اعلان الاعلام ولا الكلام ده كله. انما بتعلن اصلا. انما بتعلنش يا بنت. ولا بتعلم في الجنايات اصلا ولا في الكون. ده احنا بنقول القانون بيقول كده، القانون بيقول كده، لكن الواقع العملي مفيش كده. نتكلم في القانون. لا احنا بنتكلم في الاعلان اللي هو الخاص بالجنائي اجراءات. المدني ده اعلان واعاده اعلان والقصه دي بقى الثانيه دي كلها. انما يا باشا ده الاعلان هم لا بيعملوا اعلان للمتهمين في الكون في الحكم الغيابي ولا اعلان بالجلسات. مفيش حد بقى وحد فين الاعلان دلوقتي؟ اللي ما بيدورش على قضيته
ما حدش بيسال عليه. ده في ناس بتفاجئ ان واخد اعدام غيابي هو ما بيعرفش حاجه عن التاريخ الجامعي. لا والله ما بيعرفش حاجه عن التاريخ الجامعي. كلام دلوقتي كل واحد سواء في جنح او في جنايه لازم يسعى ورا قضيته لغايه ما تنتهي عشان يخلص. والبركه فينا يعني اللي فيه. طيب حد عايز بقى في المعارضه تاني ولا اي حاجه؟ اتفضل يا استاذ. تعالى يا استاذ نحاتش معارضه وطلب الدعوه. طيب انت قلت كان في جنحه منظوره قدام المحكمه والمحكمه مشيت فيها اجراءات. انا هقول لك اهو. وابت عليه على ايه؟ مرتبطه بيه. النيابة جديدة وإعلانيته مش إعلانيته وهو حضر الجلسة دي قبل كده، حضرها قبل كده وبعد كده المحكمة إدت قرارات وقفها وقف تعليق لحين الفصل بيكون رقم كذا والجنحة اتفصل فيها. النيابة وصل ليها الحكم في الجنحة اللي هي كان سبب لتعليق الفصل في القضية دي وأجابها وحركت الجنحة دي ونزلتها جلسة مش كده؟ واعلنته ما حضرش. فكان هو حاضر في الاول. المفروض هو بقى لما المحكمه وقفت القضيه وقفت عليه يباشر قضيته. انما النيابه جابت القضيه وبدات تعيد القضيه دي تاني للرول واعلنته خلاص. كده هيبقى حكم على حدود الاعتبار. ما هو اعلن اهو. ده اعلن ده حضر الاول وبعد الوقف التعليقي النيابه اعلنته تاني بورود الجنحه محل الوقف عشان القضيه اللي اتوقفت. لا انت بتقولي كانت اعلن. انا مالناش دعوه بالاعلان القديم يا استاذ. انا بسال سؤال مالوش انتهاء. اعلن ولا ما اعلنش؟ اعلن خلاص يبقى الحكم حضور اعتباري. نعم ماشي. ايوه. مواطن هو مواطن ايه؟ صدر حكم بالاعدام من مصر. اعدم امان. جبت العمل ده؟ لا بتنفذ فيه الحكم وبعد كده طلع براءته بعدها ب 30 سنة. في حاجة بيك أنت بتتكلم يا بيك. أنت في حكم صدر ومتهم مثل قدام المحكمة ونفذ. يا بيك ما أنا هقول لحضرتك يا المحكمة بتعتم عشوائي كده؟ لا المحكمة ما بتعتمش عشوائي يا بيك. احنا بنقول دلوقتي متهم له جلسه قدام محكمه الجنايات والمحكمه الجنايات بشرت التحقيق بالدعوه وبشرت اجراء المرافعه ولبت كل الطلبات اللي طلبها الدفاع والراجل ده خد حقه في المرافعه. المحكمه انتهت بقى لان المرافعه في مرحله المرافعه خلصت وحجزت الحكم. صدرت حكم طبقا للادله الثابته في التحقيق وطبقا للادله التي ورد بها امر الاحاله على صحه الاتهام وانتهت المحكمه عن يقين واقتناع بصدور حكم اعدام المتهم ونفذت حكم الاعدام.